بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين. نعمل اليوم موضوع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع التوتر الشرياني، وهو من الأمور الكثيرة الانتشار في هذه الظروف الحرجة الصعبة على كثير من البلدان والناس. أرجو الله تعالى أن يعافي هؤلاء الناس ومرضى والمرضى أجمعين بكل أنواع الأمراض. أولا، نظرة عامة، تعريف أو تعريف بما يسمى بارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم أو فرط التوتر الشرياني هو حالة مرضية، حالة مرضية مزمنة غير العادي، يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعا خلاف الوضع الطبيعي. هذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد، العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية إلى سائر أنحاء الجسم. يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لدفع الدم إلى الجسم كله، إلى الرئتين وإلى باقي نواحي الجسم. يتكون ضغط الدم عادة من رقمين، هما الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. والضغط الانقباضي يشير إلى تقلص عضلة القلب، والانبساطي يشير إلى استرخاء عضلة القلب. بضخة، ضخ وتسترخي، ضخ وتسترخي. سبحان الله، عمل القلب لا ينقطع ليل نهار. سبحان من أبدع وأبدع في صنعه. في نوم الإنسان القلب يضخ، في حركته القلب يضخ، في كل شؤونه القلب يعمل بضخة دقيقة. سبحان من أودع فيه ما أودع من عظيم خلقه وحكمة خلقه سبحانه وتعالى. إذن الضغط الانقباضي يشير إلى تقلص عضلة القلب، والانبساط يشير إلى استرخاء العضلة. يتراوح عادة ضغط الدم الانقباضي الطبيعي أثناء الراحة بعد الاستيقاظ من النوم بين 10 إلى 14 مليمتر زئبقي. قد يشير إليها بضبط صفر آخر يقال بين 100 و 140، النتيجة واحدة. والانبساط بين 6 إلى 9 مليمتر زئبقي أو 60 إلى 90، وهو القراءة السفلى. يعتبر ضغط الدم
مرتفعا إذا كانت قيمته تبلغ أو تزيد عن 14 إلى على 9 مليمتر زئبقي، وذلك حسب عمر الإنسان. فضغط الشاب يختلف عن ضغط الكبير السن. ضغط الشاب بعمر 20 سنة مثلا يكون بين 12 على 6 تقريبا، 6 مليمتر زئبقي. الضغط يزداد مع تقدم السن، في كل 10 سنوات يزداد 1 مليمتر، 1 مليمتر زئبقي. ضغط ذوي العمر 30 سنة تقريبا بين 13 على 7 مليمتر زئبقي. ضغط ذوي العمر 40 سنة يكون بين 14 على 8 مليمتر زئبقي، مع زيادة أو نقصان 10% تقريبا، لكن هذه هي حدود الأرقام الطبيعية. هناك أناس نسميهم أصحاب الضغط المنخفض، تكون أرقام ضغطهم أقل من هذا بنسبة واضحة، وحظ هؤلاء كبير لأنهم يكونون أقل تعرضا للإصابة باختلاطات ومشاكل ذوي الضغط المرتفع. لكن تبقى لديهم المشكلة، وهي مشكلة هامة، أنهم عند الوقوف خاصة الوقوف السريع يحدث لديهم ما يسمى بهبوط الضغط الانتصابي، لعدم وصول الدم بشكل سريع إلى الدماغ، فيشعرون بالدوار والدوخة لثواني. هؤلاء عليهم أن تكون حركات وقوفهم خاصة من الاستيقاظ من النوم للوقوف أن يكون بشكل مجزأ، الجلوس أولا ثم الوقوف ثانيا، مع إعطاء فرصة دقيقة دقيقتين في كل حركة لكي يصل الدم إلى الدماغ. وقد تحدث لديهم مشكلة أخرى إذا كان المريض أو الإنسان المصاب امرأة أثناء الحمل، أيضا يحدث لدى هؤلاء النسوة أثناء الحمل هبوط ضغط انتصابي مع الحمل، تزداد الأعراض سوءا. هؤلاء لهم طريقة خاصة في المعالجة، يعطى بعض الأدوية الرافعة للضغط الخفيفة البسيطة. الآن تصنيف فرط ضغط الدم أو أنواعه. ينقسم ضغط الدم من حيث التسمية إلى قسمين، إما فرط ضغط دم أولي أو الأساسي، أو فرط ضغط الدم الثانوي. هناك ما يسمى علميا فرط ضغط الدم، فرط ضغط الدم الأولي أو الأساسي أو المجهول السبب، ثاني فرط ضغط الدم الثانوي. ومعظم حالات فرط ضغط الدم عند الناس أجمعين هو من النوع الأول، من فرط الدم، من فرط ضغط الدم الأساسي المجهول السبب، أو ارتفاع ضغط الدم المجهول السبب. مع كل تقدم في الوسائل العلمية، لكن هذا لا يعني أننا أصبحنا على علم بكل شيء، ما يجهله الإنسان أكثر بكثير مما علمه. تبلغ نسبة المصابين بفرط ضغط الدم الأساسي المجهول السبب بين 5.8% إلى 5.95%، من 85%
إلى 95%، أصحاب ضغط الدم المرتفع هم من ذوي ارتفاع ضغط الدم المجهول السبب. فكم هو جهل الإنسان حتى الآن، سبحان الله. أما حالات فرط ضغط الدم الثانوي المعروف سبب فتعود إلى إصابة أو أذية أو أثر من الكليتين أو شرايين القلب أو جهاد الغدد الصماء، والتي تعد نسبتها كما قلت بين 15% إلى 5% فقط. لما يعرف الإنسان بعلمه الحديث في سبب ارتفاع ضغط الدم لا يزيد عن فقط بين 15% إلى 5%، وباقي أسباب ارتفاع ضغط الدم هي مجهولة حتى الآن. فكم هو جهل الإنسان في هذا القرن أيضا. الآن الأعراض، بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن يشعروا بأي أعراض. وضغط الدم المرتفع غير المراقب يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل النوبة القلبية والجلطة الدماغية. فارتفاع ضغط الدم يشبه النص الذي يدخل البيت خفية فيسرق ويهرب، وهكذا الضغط المرتفع يحدث الجلطة القلبية أو الدماغية دون أن يشعر المريض بهذا الضغط المرتفع مسبقا. وكثيرا ما تحدث هذه النوب والجلطة القلبية والدماغية إثر صدمة نفسية شديدة، يكون الإنسان مصاب بارتفاع ضغط مرتفع لا يشعر به، لا يعطيه اهتمامه، صدمة نفسية كبيرة وكثيرة، يرتفع الضغط زيادة، يزيد في ضخ الدم إلى الدماغ فينفجر بعض هذه الشرايين، هذه الجلطة القلبية أو الدماغية، سبحان الله. الآن من الأعراض التي قد تظهر عند المصابين ارتفاع ضغط الدم عديدة، أولها آلام مزمنة في الرأس لارتفاع ضغط الدم في الدماغ، وخاصة في الجهة الخلفية منه، هناك صداع في الجهة الأمامية من الرأس يتعلق بالجيوب، صداع في الجهة الصدرية يتعلق مرتبط أو يشير إلى الإصابة بالشقيقة، صداع الخلفي في الرأس في الناحية القفوية على الغالب يشير إلى توتر عصبي وارتفاع في ضغط الدم. ثانيا شعور المريض بالدوار والدوخة. ثالثا نزيف من الأنف بشكل يفوق العادة، من العادة يسير يحدث شيء من النزيف من الأنف أثر رشوحات قريبات خفيفة، لكن مع ارتفاع ضغط الدم يسير الدم سيلانا كعرق انفتح. رابعا احمرارا في الوجه بفرط حركة الدوران في الوجه دوران الدم. طنين في الأذن، قد يشعر المريض
بألم في الصدر، ضيق في النفس، تغيرات في الرؤية، تشويش الرؤية لسرعتي وارتفاع حركة الدم في الرؤية والشرايين الدم العيني. الآن الأسباب بشكل مختصر، كما ذكرنا هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم. الأول ضغط الدم المرتفع الأساسي المجهول السبب، نسميه الأساسي وهو مجهول السبب. هذا النوع لا يوجد له سبب محدد حتى الآن، كما قلت، على الرغم من تقدم العلم، لكنه تقدم نسبي، تقدم نسبي عما كان عليه سلفنا أو آباؤنا. لكن الحقيقة أننا لازلنا على باب العلم في كل شيء. المهم، هذا النوع لا يوجد له سبب محدد معروف عند المرضى، لكن هناك أسباب مرجحة تساعد على ظهور هذا الضغط. هذه الأسباب وهي كثيرة. أولا البدانة، زيادة الوزن تؤدي إلى هذه النتيجة. ثانيا العامل الوراثي، كثيرا ما تكون ولادته سببا في ارتفاع ضغط الدم. ثالثا التدخين، خاصة التدخين الكبير والكثير. رابعا الانفعال الشديد والتوتر العصبي، هذا الانفعال يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وارتفاعه. خامسا تناول المنبهات بكثرة، هناك أناس يكثرون من القهوة والشاي وما إلى ذلك والشوكولاتة وما إلى ذلك. الإجهاد في العمل والسهر الطويل، إرهاق، وكأن جسمه آلة تعمل بشدة وجهد كالسيارة التي تسرع فيها باستمرار تتعب جهاز السيارة. قلة النشاط والرياضة، الخمول وعدم الحركة وعدم الرياضة وعدم السباحة. كثرة الملح في الطعام، هناك أناس يقولون نحن لا نتذوق الطعام إلا إذا كان بملح مرتفع. يا هذا يجب أن تنقص كمية الطعام، يجب أن توقفه. أنا لا أتذوق الطعام ولا أذوقه ولا أحبه إذا لم يكن مرتفع الملح، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقص شديد في البوتاسيوم، الإفراط في تناول الكحول، كل هذه عوامل تزيد من سرعة ظهور فرط الضغط الدم الأساسي المجهول السبب. أمر المؤمنة في الكلى أو السكري أو الحمل من الأسباب أيضا التي تظهر ارتفاع ضغط الدم وتزيده، استعمال حبوبات الحمل عند المرأة، بعض العقاقير المستخدمة في إزالة الاحتقان لأنها تقبض العروق فتزيد ارتفاع ضغط الدم. كل هذه الأمور هي عوامل مساعدة ومحركة ومحرضة لارتفاع ضغط الدم الأساسي المجهول السبب. النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وهذا يحدث بسبب معلوم لمرض
في الكلى أو أورام في الغدة الكظرية أو مشاكل في الغدة الدرقية. وهناك بعض العيوب الخلقية في الأوعية الدماغية. هذه هي الأسباب الأساسية في فرط ضغط الدم الثانوي المعروف السبب. بهذا نكون قد أوجزت وأوجزنا بشكل مختصر ما يتعلق بأسباب والعوامل المحركة والمحرضة والحافزة لارتفاع ضغط الدم الأساسي المشهور السبب، وبيان الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ارتفاع ضغط الدم الثانوي المعلوم السبب. الآن المعالجة، وهنا المعضلة الكبرى. كثيرا ما يسأل أصحاب الضغط المرتفع عن هذا الأمر، يا دكتور ما هو أسباب ارتفاع ضغطي؟ أخبرني حتى أتجنبه. نصر دواه أمور كثيرة، زيادة الوزن، يعني الملح، التوتر، الإجهاد، الكحول، التدخين، طا 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 طا. يقول كفاني كفاني. أذن أولا المعالجة. هناك توصيات عامة لا بد من أن يتقيد بها مريض ارتفاع ضغط الدم، وإلا عرض نفسه لمشاكل كثيرة. نحن علينا أن ننبه له الطبيب، والمريض هو المسؤول عن وضعه الصحي والنفسي. الوصايا العامة لكل مريض به ارتفاع ضغط الأمور التالية، وهي كثيرة لكن لا بد من التقيد كما قلت قدر الإمكان بهذه الوصايا لكي يعيش الإنسان المريض هذا المريض بوضع مقبول خشية الإصابة بنوبة قلبية أو دماغية لا سمح الله. أولا إنقاص الوزن لا بد منه، وهذا أمر صعب على كثير من الناس. أنا هنا لا أتعرض للأمور النفسية والاجتماعية، نحن علينا أن نبين كما قلت والمرض أدرى بنفسه في حل هذه المشاكل الكثيرة التالية. أولا إنقاص الوزن، ثانيا تجنب الملح في الطعام قدر الإمكان قدر الإمكان، فإن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. نحن عندنا كما قلت مرة ثانية وثالثة أن نوصي المريض ونعرفه بوضعه الصحي. ثالثا تخفيف المواد الدسمة. رابعا المحافظة على المشي والرياضة والسباحة والنشاط والحركي، فيتسرع من عمليات استغناب تنقص الوزن، لها آثار إيجابية كثيرة. إيقاف المنبهات، تجنب الكحول، إيقاف التدخين، تخفيف الإجهاد والسهر. يقول المريض يا دكتور عملي متواصل وجهدي كبير وتفكيري كثير. أقول له هذا وضع أنا علي أن أبين، وأنت لك الخيار فيما تفعله. طبعا ليس لنا سلطة قانونية قضائية على المريض، لكن علينا البيان. تجنب السكر الأبيض وكل ما يدخل فيه لكثرة أداء، تجنب الطحين الأبيض وكل ما يدخل فيه قدر الاستطاعة، الابتعاد
قدر الإمكان عن كل ما يثير عصبيا أو نفسيا من برامج مزعجة، من مسلسلات حرجة، من أمور كثيرة. يجلس الإنسان وراء مسلسلات مثيرة، يرتفع ضغطه، يتسرع قلبه، يرتفع السكر لديه. سبحان الله، أنت الذي سقت المرض لنفسك، أنت الذي أحدثت الإزعاج لأجهزتك الداخلية. النوم الباكر قدر الإمكان، يضاف إلى هذا طبعا تناول الأدوية المناسبة برأي الطبيب الأخصائي بما يتناسب مع عمر الإنسان ومع حركة قلبه وسرعته وما إلى ذلك. هناك أدوية كثيرة في الصيدليات وندعوها للحالة المرضية التي يراجع فيها الإنسان الطبيب، ولا ندخل في تفصيلها، فهي أمر صيدلاني طبي متعلق بالطبيب الأخصائي في الناحية القلبية. الآن بعد هذا البيان الطويل في المعالجة وهو ضروري جدا، أذكر دور الصوم الطبي بفضل الله في التبهي الإيجابي في هذه الحالة المرضية. الصوم الطبي والحمد أثر إيجابي فعال في تحسين ضغط الدم، ليس في شفائه، لأن الشفاء الكامل منه كما قلت وأقول يرتبط بأمور كثيرة، يرتبط بالنمط الغذائي والنفسي والحياتي والعملي والاجتماعي، أمور كثيرة. الصوم الطبي يؤثر إيجابيا بفرط ضغط الدم من آليات كثيرة، منها وهي عديدة أيضا، أولا أنه ينقص وزن المريض، وهذا شيء كبير وحسن، ينقص وزنه بشكل متوازن بكل المواد الزائدة في جسم الإنسان، لا نقص السكر على حساب البروتين ولا نقص البروتين على حساب السكر، نقص متوازن دقيق في كل المواد الزائدة في جسم الإنسان. من قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا وتصحوا. هناك برامج غذائية كثيرة لقاس الوزن المناسبة تكون مبنية على أخذ البروتين وإنقاص السكر، أخذ كذا وإنقاص كذا، كل هذه البرامج لها آثارها الإيجاب السلبية العديدة. أما الصوم الطبي فينقص الوزن بشكل متوازن دقيق منضبط، بحيث تبقى العلامات الحيوية والدراسة المخبرية عند الإنسان منتظمة ودقيقة 100% من خلال التحاليل والصور والدراسات العلمية الدقيقة. لا أسلم ولا أحفظ ولا أفضل ولا أدق من الصوم الطبي في إنقاص وزن الإنسان الزائد وزن، وهذا من خلال خبرتي الطويلة في أكثر من 300,000 حالة مرضية ولله الحمد. أنا عندما أبدأ بالصوم بتطبيقه على المريض، أي مريض كان وخاصة منهم المريض المصاب بفرط الضغط، أجد له تحاليل دموية لكل أجهزة الداخلية، الكبد والكلى وما إلى ذلك، السكر والشحوم والشوارد. بعد نهاية الصوم 3 أسابيع أو 4 أسابيع أجري له تحاليل جديدة لكل المواد السابقة، وتكون منتظمة صحيحة 100% إلا حالة واحدة، وهي ارتفاع حمض البول الأسيد الأوريك، لأنه يشير إلى استهلاك بعض المواد البروتينية في الجسم. أما الأمور الأخرى فكلها بفضل الله تكون
على الحد الطبيعي الأفضل. بفضل الله. الصوم الطبي يساعد الصائم على ترك التدخين والمنبهات والكحول، لأن مذاق هذه المواد ستصبح غريبة وغير مقبولة أثناء الصوم، فهو سيكره استخدام واستعمال السيجارة، يصبح طعمها ومذاقها في الفم كريها. فإن ساعد نفسه بعد الإفطار يمكن أن يتجنب التدخين، وهناك أناس صاموا خصيصا لترك التدخين أثناء بسبب الصوم الطبي. الصوم الطبي من آلياته العديدة في تحسن المريض، مساعدته على ترك التدخين والكحول والمنبهات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الصوم الطبي يحدث راحة للجهاز العصبي، استرخاء فيه، الشعور بالنشاط والحيوية والسعادة والسرور لما يحدثه الصوم من تنظيف الخلايا العصبية، حيث شبه عمل الصوم في الجهاز العصبي كاستعمال فرشاة الميلاد التي تزيل الصدأ تزيل الصدأ عن الأسلاك المصابة بالصدأ، تزيل الصدأ عن الأسلاك المصابة. الصوم الطبي ينظف ويخلص الجسم من سمومه، من تراكم المواد الضارة الناجعة عن عوالم السيارات وتلوث الجو. كل هذا يحدثه الصوم الطبي بفضل الله بالجسم كله، في كل خلايا الجسم وكل أعضائه. الصوم الطبي لا مثيل له في عدم الشعور بالجوع في الفترة الأولى، في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى فقط يشعر بالجوع، لكن بعد ذلك يبدأ الجسم يأخذ الطاقة من مدخراته الداخلية بشكل متوازن كما قلت، فيزيل حس الجوع تماما، لكن تبقى لديه موضوع الشهية. إذا اقترب من المطعم من الطعام قد يتحرك لديه ناحية الشهوة والشهية، فعليه أن يتجنب الاقتراب من المطبخ بشكل عام. ولله الحمد عندي حالات كثيرة، ما صام إنسان إلا تحسن ضغطه بفضل الله، هذا شيء طبيعي وعقلي وعلمي. لكن المشكلة الثانية هي بعد انتهاء من الصوم، إذا عاد هذا الصائم لتناول الملح في الطعام وتناول التدخين والأكثر المنبهة وما إلى ذلك، طبعا سيعود إليه ضغط الدم قولا واحدا، ومع ذلك سيعود برجل أقل. إنما اكتسب فائدة علمية وعملية يقينية تقنعه أن يعود للصوم مرة ثانية. وبفضل الله ما صام إنسان، أنا أتكلم الآن عن ضغط الدم وبشكل عام، ما صام إنسان لأي مرض ما إلا تحسن بنسب مختلفة، طبعا حسب ما قلت الظرف الاجتماعي والصحي والغذائي وإلى ذلك، ما صام إلا تحسن، وإلا ما صام إنسان إلا وعاد للصوم مرة ثانية. أسأل الله تعالى التحسن والشفاء لكل المرضى، وأن يهمنا جميعا أن نتقيد بالوصايا الغذائية الصحية السليمة. فأخطاء التغذية الآن كبيرة وكثيرة ومتعددة، اللهم اشفنا في مرضى أجمعين، اللهم آمين آمين. وإلى ندوة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.